اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، والفقره اللي وعدنا حضراتكم بيها في مقدمه حلقتنا النهارده فقره الانشاد الديني اللي ان شاء الله هنسعد من خلالها بسماع صوت جميل جدا يحيي معانا هذه الذكرى الجميله والعطره. نحتفل طبعا بالمولد النبوي الشريف، كل سنه وكل حضراتكم طيبين، ومنورانا امنه الزينبيه. يا صباح الفل. يا صباح الفل، ازيك حضرتك؟ اهلا بيكي منورانا. صباح الفل عليكي، يعني اكيد كلنا سعداء. انت يعني كنا اصلا سامعينك واحنا لسه قبل الهوا كمان، هي جت بدري وقعدت كده تنشد مع نفسها في الاوضه، ما شاء الله عليكي. ده شافت يعني حته منظر في اللقطه اللي انت بتتكلمي عليها. انا جاي من بره وبقلع بقى الكاب وبحط حاجتي وبتاع، انا عارف ان احنا معانا فقره انشاد بس ما اعرفش مين الضيف او الضيفه او كذا، فسمعت صوت بسم الله ما شاء الله، فما استنيتش، لقيت الباب بيتفتح عليها واحد منكوش داخل بيقول لها الله يفتح عليكي، وقفلت الباب وطلعت. منورانا فعلا الناس يعني. هتحكم يعني خلال دقائق طبعا قليله جدا، بس اكيد حابين في الاول نتعرف عليكي، فخلينا نعرف الاول عنك اكتر وازاي بداتي مع الانشاد كمان. انا طبعا سبب تسميه الاسم ان انا بدات في السيده زينب، كنت دايما بتردد عليها دايما. عظيم. وبعدين حبيت في مره كده ان انا عايزه اجرب، ان انا بشوف ناس بتمدح حضره السيده زينب فنفسي يعني امدحها، فربنا اكرمني ولقيت نفسي بنشد لها حاجه والناس كلها بتتفاعل معايا وحبوا ده جدا، وطلبوا تاني وطلبوا اناشيد مختلفه كتيره، وانا في الوقت ده كنت يعني لسه ما مش عارفه، فبدات بقى ايه، لا انا لازم احفظ عشان اروح السيده زينب وانشد الناس البي لهم طلباتهم. وقررت تكملي بقى في اللون ده تحديدا مش في حاجه ثانيه؟ طبعا قررت في متحف حضره النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عموما كلهم. ده يكفي الثواب اللي هتاخديه على كل مره حد بيكرر الصلاه على النبي بموجب الكلام الجميل اللي انت بتقوليه. بعد كده الحمد لله بقى ربنا اكرمني لما يعني والدي ووالدتي عرفوا، فكمان قالوا لي ايه، انت لازم تثقلي الموهبه دي بالعلم. درست الاول مع المنشد السوري استاذ محمد ياسين المرعشلي المقامات الموسيقيه، وبعد كده حاولت برضو اثقلها اكتر والتحق بالنقابه، فرحت النقابه مع الشيخ محمود التهامي واتخرجت من الدفعه العاشره من شهر تقريبا او من شهرين، وكرمني الله يبارك فيك وكرمني مستشار رئيس الجمهوريه الشيخ اسامه الازهري، وبقيت الحمد لله عضو في النقابه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بس الموضوع ابتدى من رغبه لحلم لبعد كده يعني ما شاء الله بتتكرمي من الحمد لله يعني. الحمد لله بطلع حاجه حفلات خاصه، وكمان كنت لسه عامله انشوده من قريب للمولد النبوي كلمات استاذ احمد مرسي والحان الموسيقار الكبير فاروق سلامه، وكنا عاملين لها تصوير خارجي جميل كده، وكان في ندوه تتبع للشاعر لتوقيع ثلاث دواوين ليه، وطلعنا انشدناها ما شاء الله يعني. والحمد لله عملت برضو اعمال كثيره خالص خاصه بيا، بحبك يا نبي. برافو ان في تطوير، لان كمان احنا خلي بالك احنا بص احنا في 2021 لغايه النهارده احنا عايشين على الانشاد الديني بتاع الستينات والسبعينات اللي هو رائع الحقيقه، والاسماء بقت ثقيله والمهم، بقى لنا فتره ما سمعناش يعني مستجدات في هذا اللون. بالظبط. وانا برضه عملت بحبك يا نبي على لحن هوا يا هوا بتاع عفاف رازي، بس كتبت عليها كلمات جديده لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. انت مجهزه لنا الحاجات دي كلها؟ طبعا. طيب حلو قوي. تحبي نبدا بحاجه مثلا دلوقتي جاهزه؟ احنا هنبدا دلوقتي على بلد المحبوب وديني. طيب يلا يلا. على بلد المحبوب وديني، زاد وجدي والحب كويني، وعلى بلد المحبوب وديني، زاد وجدي والحب كويني، يا مسافر إلى الحرمين سلم لي على نور العين، يا مسافر إلى الحرمين سلم لي على نور العين، نبينا سيد الكونين يا طبيبي ذكرك يشفيني، وعلى بلد المحبوب وديني، زاد وجدي والحب كويني، يا حبيبي انا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك، يا حبيبي
وانا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك تتمنى عيني رؤياك اشكي لك وانت تواسيني وعلى بلد المحبوب وديني زاد وجدي والحب كويني الليلة 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 عيد الليلة 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 عيد والليلة الليلة الليلة عيد الليلة 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 عيد والليلة عيد يا ليلة العيد الليلة عيد يا ليلة العيد الليلة من الليالي الليلة الليلة اللي بتبقى ببالي الليلة الليلة ليلة من الليالي اللي بتبقى ببالي من عهد الطفولة وايام الخوالي الليلة 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 عيد الليلة 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 عيد والليلة الليلة الليلة عيد الليلة 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 عيد والليلة عيد يا ليلة العيد الله الله الله. بصي هقول لك على حاجه، انت فيكي ميزه ما اعرفش حد قالها لك ولا لا، انت كل كلمه احنا حاسينها، يعني انت بتغني بتحسي الكلمات. انا حد قالها لك قبل كده كتير، باينه جدا، مش فكره بتنشدي بس او حد مثلا يطلع يقول حاجه، لا انت بتحسي كل كلمه. فدي حلوه، وانا داخله المجال حب سيدنا ما انا بحبه دي بتفرق. فيعني انا يعني مش قادره اوصف قد ايه حب لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الانشاد اللي بنشده ما يوصفش مدى الحب اللي ممكن اوصفه لحضرتك صلى الله عليه وسلم. جميل. يعني انت تحمدي ربنا الحمد لله مليون مره على انه خلى فيكي الطبيعه دي والتكوين ده اللي بيميل سيدنا النبي والاقتداء بيه. الحمد لله. حاجه عظيمه جدا. مين اكتر المنشدين اللي بتحبي تسمعي الانشاد بتاعهم، سواء من الاجيال الاقدم او من الاحدث نسبيا؟ هو القدام الشيخ محمد الكحلاوي. لا علامه مسجله كده كده. اجابه كانت شويه متوقعه. طبعا اصل ده فعلا صحيح. بسم الله ما شاء الله. الجدد يعني انا بسمع كتير لفرق كتير، بسمع مثلا لفرقه الحضره، بسمع لهم مثلا، كنت اخذت منهم انشوده الليله حلوه، فانا بحب اسمعهم جدا. يعني دايما بميل اكتر للي بحسهم، يعني فرقه الحضره هي فعلا اسمها الحضره وهي حضره، وبيحسوا كل اللي بيقولوه، هم صعيده بقى والصعيد اصل الحب. فدايما بحب اسمعهم جدا، وبحب برضه اسمع فرقه المرعشلي لاستاذي الاستاذ محمد ياسين، وبحب برضه طبعا اسمع كل مشايخنا اللي موجودين. كل مدح النبي صلى الله عليه وسلم جميل، ولكن هو اللي القلب بيميل ليه اكتر. يعني انا اول ما بميل لشيء معين او اسمع حاجه احبها لازم احفظها في نفس الوقت، ما اعرفش انام الا لما احفظها، خلاص انا حبيتها فهحفظها هحفظها. جميل جميل. انا عايزه اسالك على حاجه، يعني هل الانشاد ليه علاقه شويه او مرتبط شويه بالفكر يعني الصوفيه، اللي هو انا بمدح انا بنشد انا، يعني فاهمه قصدي، مرتبط شويه ولا ده حاجه وده حاجه؟ هو التصوف حب. ما هو بالظبط بشكل معين. فاحنا دايما بنشوف ان اصل الانشاد هو تصوف. بالظبط. لان التصوف بيعلمنا جمال الروح. ازاي روحنا تكون صافيه تنقيه صفاء. فبيعلمنا ازاي نقي انفسنا من الشوائب من الشهوات من حاجات كتيره في الحياه احنا خلقنا بيها، لابد ان احنا نجاهد انفسنا عليها. فطبعا هو بينقينا من ده كله، فالاساس طبعا حلو قوي حلو قوي. طب محضر حاجه للكحلاوي مثلا؟ يا ريت، طالما اتقال اسمه يبقى لازم نسمع له حاجه. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله
سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله بعثك إله علام أنزل عليك قرآن بعثك إله علام أرسل عليك قرآن يا بدر هل يبان يا بشرى خير وسلام أديت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله وانا جسم عليك لزيارة النبي يا نبي أنا جسمي عليل ودواه النبي يا نبي وقلبي يميل وبقول يا نبي يا نبي بحب النبي وأحباب النبي بحب النبي وأحباب النبي رامي حمولي على الله رامي حمولي على الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي جميلة جدا يا أمنة أنت اسمك حقيقي أمينة صح؟ اسمي حقيقي أمنية الاثنين حلوين الثلاثة حلوين وروحك حلوة وصوتك حلو وربنا يوفقك إن شاء الله نورتينا كل سنة وأنت طيبة أنت طيبة نورتينا وشرفتينا وأطربتينا ويعني حاجة جميلة جدا ربنا يديم عليك النعمة الجميلة دي إن شاء الله نشوفك على خير قريب بإذن الله هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان آخر فقراتنا بقى في حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي اتفضل